وزير الدفاع الأمريكي قرر أنه يشكل قوة بحرية عشان تبدأ تتصرف مع ماذا يحدث. دي مشكلة على مستوى العالم. احنا قلنا حتى دي نقف فيها شوية. ليه؟ لأن الوزير قال أن هنعمل تحالف اسمه حارس الازدهار بقيادة أمريكية. احنا لم ندخل هذا التحالف. وساعتها الدنيا قامت وهاجت. مصر برا العملية واحنا ما عادش لنا قيمة. لا يا جماعة، اللي رفض الاشتراك في هذا التحالف هي مصر. لان ده تحالف اسمه كوليشن، حلف. مصر لا تدخل في اي احلاف، والا لو دخلنا يبقى تاني يوم هتلاقي المدمرات والغواصات والامريكاني والبقى كله دخلوا بقى عندك في اي بينا، لانك انت في تحالف. طب هل انت واقف تتفرج؟ لا، ما تتفرج ليه؟ هنشوف حاجة تانية بقى. قبل هذا التحالف موجود في حاجة اسمها الكومباين تاسك فورس، قوة مهام مشتركة. انا كل الكلام ده جايبينه من على النت. نفتح النت هنلاقي الكلام ده. الصورة التانية لو سمحت. ما حاجات رسمية برضه. حاجات رسمية طالعة في العالم بس عشان ايه؟ ما حدش يفتكر ان احنا بنألف او بنحط. ادي التحالف، قوة التحالف المشترك. ده عبارة عن الاول حاجة القوة 150 دي موجودة عشان تحمي خليج عمان والمحيط الهندي. عندك القوة 51 دي موجودة ضد القرصنة تحت عند الصومال. ال 152 منطقة الخليج العرب. العرب. ال 153 البحر الاحمر اللي احنا اعضاء فيها. احنا اعضاء يا احمد في تحالف في مجموعة قتال عشان تنفذ عملية معينة. وبعدين ال 145 هتلاقيها في قوة المهام المشتركة اللي هنتكلم عليها. نشوف بقى الصورة التانية لانها هتعرض الخريطة اللي فوق عشان بس نبين للناس ايه اللي بيحصل. الصورة التانية بتقول لنا الخريطة اهي. طبعا ال 152 اللي هي فوق دي عشان تحمي الخليج العربي اللي فيه البنزين. وبعدين ال 154 دي مركز التدريب للقوات دي كلها. ال 150 خليج عمان. ال 151 ضد القرصنة قدام الصومال. ال 153 احنا فيها البحر الاحمر باب المندب احنا فيها الخليج عادي. ودي مجموعة قتال، يعني كم غواصة وكم مدمرة وكم 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 من كل دولة عشان نحمي البحر. اذا ما حد يقول لك كده نقول له لا، احنا مشتركين ولكن دون الدخول في احلاف. نشوف الصورة التانية اللي بعد. معلش انا جايبها طبعا زي ما هي كده، حتى للأسف مكتوب في فوق البيرشن جولف اللي هو بيسموه الخليج الفارسي. طبعا لا، هو اسمه الخليج العربي. ولكن انا نقلته زي ما هو عشان ما يبقاش احنا غيرنا حاجة. وادي القوة 153 في البحر الاحمر متأشر اهو، ودي هي احنا اللي بنشترك فيها. اذا احنا بنشترك يا احمد في هذا التكوين القتالي. ونحن لا نعترف بالخليج الفارسي، نعترف فقط لا لا بالخليج طبعا العربي. الخليج العربي طبعا المحيط طبعا احنا عارفين الخليج العربي. بس انا نقلتها زي ما هي عشان انا ما بحبش العب في الوثائق اللي بتطلع. خلاص نشوف الصوره الثانيه. هنا بقى دخلنا في حل المشكله. وهو المشكله الثانيه باب المندب. باب المندب بتسيطر اليمن اللي النهارده الحوثيين موجودين فيه. ثم عندنا من الشرق والغرب جيبوتي. بالظبط هي مسيطرة اليمن. عايزين نقول ايه؟ لما كانت اليمن في يوم من الايام قبل الحوثيين ما يسيطروا عليها. احنا في حرب 73 قفلنا باب المندب. بالقوات البحرية المصرية. والاول احنا بعتين القوة دي الى انها باكستان هتتعمل صيانة. قعدناها في عمان وبعد رجعناها تاني. وقبلها باربع خمس اشهر رحنا راحوا ناس مجموعة في اليمن وعملوا شركة وبدأنا نحط بقى اللوجستيكيات بتاعة القوات اللي هتأمن باب المندب. وعلي عبد الله صالح يوم 6 اكتوبر الساعة حوالي 12 قالوا له كده احنا هنقفل باب المندب وهتبقى قوات عندنا والراجل ساعدنا. النهاردة باب المندب راح فين؟ بقى تبع الحوثيين. وعشان كده انت سألت من شوية وزير الخارجية كان فين امبارح؟ كان في اريتريا. لان احنا بدينا نعمل عشان نعوض. وبرضه عشان الناس ما تقولش احنا مش قاعدين نايمين يا احمد. احنا فقدنا الناحية دي. اذا لازم يبقى في الناحية التانية عندنا ايه؟ اتصالات. طب ايه اللي حصل بقى في الفترة دي؟ نتكلم على عشان قلت لك احنا في عملية حربية. نشوف الصورة التانية. احنا بنعلم في الجيش ايه؟ انواع العمليات العسكرية في الجيش ثلاثة.
يا اما ديفنسيف اوبريشن عمليه دفاعيه او اوفنسيف عمليه تعرضيه او هجوميه. طب ايه اللي بيحصل دلوقتي في البحر الاحمر؟ الكام يوم الاولانيين دولت كانت عمليات دفاعيه، يعني الحوثيين بيضربوا والقوات اللي في البحر الاحمر بتصدهم، يطلع صاروخ يبداوا يضربوه. نعم تمام، دي اسمها ايه؟ عمليات دفاعية. عشان كده بقول لك احنا دلوقتي في حرب.